بعد 120 دقيقة لم تحسم الأمور. لا سنتجه لعلامة الجزاء لمعرفة من يحسم هذا اللقاء الصعب. أول ركلة سينفذها سواريز. سواريز سيكون أول لاعب ينفذ الركلة الأولى. لاعب ينقذها الحارس. يا سلام، حارس في منتهى التركيز ينقذها ببراعة. تصدي رائع ولا في الأحلام من حارس كبير. يتقدم بثبات، سددها على يسار حارس المرمى، سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراعة. ثاني لاعب يسدد. تصدي غير عادي، حارس كلب. مع هذه الركلة هل ينجح في تعميق جراح الخصم؟ ضيعها. ثالث منفذي الركلات. يا سلام على براعة الحارس. تصدي غير عادي للمرة الثانية. فرصة ليتقدم بهدف ثاني. الله على اللقطة وعلى تألق حارس المرمى. الآن الدور على اللاعب الرابع. الله، ينجح في التسجيل بسهولة كبيرة. بعض المدربين يضع أهم لاعب في الركلة الخامسة. اللاعب الحارس توقعها صح، لكن الكرة ذهبت إلى المرمى. ميلان، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ ميلان، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ركلة أخيرا حددت الفريق الفائز بعد ليلة عصيبة. برشلونة فاز بالطريقة الأكثر دراماتيكية في الكرة. على الرغم من صعوبة المباراة، نجح الفريق في الانتصار في النهاية. كانت مباراة صعبة جدا، عصيبة.